دلوقتي يا اولاد احنا قدام مدرسه مريم. مريم ما تعرفش ان احنا جايين، نفسي دلوقتي نتحرك سوا مع بعض وتعالوا نشوف مريم هتعمل ايه اول ما تعرف ان احنا واقفين على الباب. يلا بينا. دلوقتي يا اولاد احنا طالعين على الفصل ورايحين لمريم. مريم ما تعرفش خالص ان احنا جايين زي ما اتفقنا، وهي دي المدرسه والفصول زي ما انتم شايفين على اليمين وعلى الشمال. مش عاوزين بس نعمل اي مشاكل خالص للاطفال وهم موجودين، فاحنا دلوقتي نتحرك على الفصل بتاع مريم وهنشوف ايه رد فعلها لما هي تشوفنا على الباب. يلا بينا. ازيك يا مسؤول هدى؟ ازيك. احنا معانا مسؤول هدى، هي مديره مدرسه البشاره، وهو ده الفصل بتاع مريم. يلا بينا. مريم اهي. ازيك يا مريم؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ دي احلى مفاجأة. ازيك يا مريم؟ الحمد لله، انت ازيك؟ انا كويس، انا لسه وصلت امبارح ومبسوط ان انا اشوفك قوي. وانا كمان قوي 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 قوي. طيب احنا مش عايزين نعطلك، بس نفسنا نعمل حاجه، احنا نروح مع بعض. وقبل ما نمشي الاول، فين ساندرا؟ انا عارف انها معاكي في الصف. انتوا جنب بعض، ما خدتش بالي. ازيك يا ساندرا؟ ازيك؟ ما خدتش بالي خالص. ازيك؟ مش معقول ان ما خدتش بالي، يمكن عشان في العراق فمش باخد بالي، باخد بالي في مصر بس. ممكن نعمل حاجه قبل ما نمشي؟ احنا نروح مع بعض وعندنا مفاجآت كتيره جدا جدا ليكم مستنيه. ممكن نغني مع بعض او نرنم مع بعض ما ابهج اليوم الذي؟ ممكن؟ طيب يلا بينا. نفسي ترنمي مع كل الولاد لو هما ما يعرفوهاش. اتفقنا؟ يلا بينا. ممكن نقف يا ولاد؟ ممكن نقف دقيقة؟ طيب تعالي يا مريم، تعالي يا ساندرا. ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه.